الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس صدق رسول الله فيما قال أو كما قال بارك الله لكم في جمعتكم أيها المسلمون الكرام إن الله جل وعلا خلق الإنسان كأكمل مخلوق في الوجود وجعله أشرف المخلوقات ورسم له حدودا ليحافظ على فطرته النقية الطاهرة وليضمن له بالسعادة في الدارين إن الإدمان من المحرمات التي نهى عنها ديننا السامي دين الإسلام لأنه يسلب الإنسان إرادته ويقوده إلى الإرهاق البدني والروحي أيها المسلمون الأفاضل إن الإدمان بالكحول أو المخدرات أو القمار أو السجائر أو التكنولوجيا التي تهدد أطفالنا وشبابنا وأجيالنا القادمة والبشرية جمعاء هو مشكلة خطيرة تهز عمق المجتمعات في عصرنا الحالي إن الإدمان هو مرض يجعلنا ننسى الغاية من وجودنا وقبل كل شيء هو نكران للجميل تجاه النعم التي وهبنا إياها ربنا جل وعلا كالعقل والإرادة والصحة والعمر والثروة لذا فإنما يقع على عاتقنا هو أن نكون يقظين وأن نتجنب وننصح الآخرين بتجنب جميع أنواع المواد الضارة مثل الكحول والمخدرات فهي أكبر عدو لصحتنا الجسدية والروحية وألا نضيع حياتنا وممتلكاتنا وثرواتنا في القمار وأن نستخدم التكنولوجيا بكل وعي وإدراك وألا نضيع أوقاتنا سدى وألا ننسى أن العادات والأخلاق الحميدة تكتسب داخل الأسرة وأن أطفالنا لا يمكن أن يبقوا بعيدين عن الإدمان إلا باهتمامنا ودعمنا لهم أيها المسلمون الأعزاء أختتم خطبتي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين حذرنا فقال لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم